رجعنا رجعنا مع عبدالي رجعنا مع عبدالي شويطا مقبل كل شيء ديما ديما الربح ديما العباد يتفرجوا يزمهم عندهم مفاجأة يزم عندهم فرصة باش يربحوا يروح بحاجة من عبدالي شويطا ونحب نقول لكم مرة ذي عنا كهرباء فخورين بها عنا فورد فيستا جوابي كهرباء طيارة برشا بلندي سيكوريتي أفون دنيا أخرى الحب على الكهرباء ذي فورد فيستا الأخرانية تبع حرف أ على 85 800 99 تنجم تبعث ميساج واحد تربح كيما تبعث برشا ميساجات باش توفر حظوظك فورد فيستا عربي اهو قدمنا للزانفيتي نتاعنا. اذا حضرات السادة الافاضل ما زال لقاؤنا بكم يتواصل لنستقبل معكم بكل فخر نجمان خارقان لا يشق لهما غبار كوكبان ساطعان في سماء العزف الموسيقي هما اللذان جعلا من آلتي كمانجا والعود جسدا بشريا يغني اعذب الالحان الينا واليكم الاساطير الذهبيه الحائزه على كل الميداليات والاوسكارات الموسيقيه الدوليه فخر هذا الوطن العزيز ابناء الارض التوينز محمد وبشير الغربي طبعا مصحوبين بعازف من فئه خمس نجوم ملك الكيبورد مدرسة الأورج خالد الكلبوسي الحريفة عمة السلام مرحبا بكم سيدي مرحبا باللي ميزيسيان أهلا وسهلا بون ظاهرين مش ظاهرين خويتا تقربوا لبعضكم يظهر لي مش فردهم لا فرد بالعكس بالعكس انه منكم الاخر انا الاخر وانا وهو فما تماميش هذيك تصير لكم حياتكم الكل بالطبيعه لازم منها هذيك تمام سوشي انتوما او موا بساعد شويه لا سيريوزمون نتمام شو كي نبدلوا في لي زانسترومون ساعات معناها باللي زانسترومون العباد يعرفوكم شكون ومش شكون اما النجم ونهنت لهم فاسيل على الاخر على الاخر معناتها هو ياخذ كمان جو ياخذ العود اذا بدلت الانسترومون والدنيا صارت في التلفزه صارت لكم في التلفزه مشيت في بلاستو في التلفزه وكملت والناس كل في بالها انا هو النجم كملت ومريقل معنا فمعناتها مشكل انا النجم نمشي معاكم اللي ما اخطر انتوما معناها تلموا معناها بالرسمي راهو الفرق ما 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 فماش معناها لازم واحد يعرفكم عايش معاكم وشوفوا شوف يعرفنا وكل نهار وقسموا زاد يذب بوك وامك تنجموا تمام شو ما صحيح فو زاد دي ميزيسيان يعني نفتخروا بكم لانكم دوليتوا دي ميزيسيان تمثلوا قيمه ثابته في العالم العربي خدمتوا مع الكبارات تخدموا بعضكم قاعدين تدوروا في العالم كله قاعدين تخدموا قبل هذا الكل وقبل واحد خلينا نشوفوكم خلينا نسمعوا موسيقتكم بعد نرجعوا نحكيوا باش نفهموا خاطر العباد باش يفهموا علاش قاعدين نحكيوا بالضبط تفضل مرحبا ميريك
كا برافو، انا فخور وفرحان اللي عندي دي فري دي غران ميوزيسيان برغم صغر السن. معناها كيفاش واحد يوصل ان ستاد انترناسيونال كبير هكايا وتنقولوا خاطر تلقبتوا وصارت عليكم القاب من اكبر الميوزيسيان في العالم العربي. اي فما كما جاتي مصري عبدو استاذ عبدو داغر. عبدو داغر هو الاسطوره معناها في الموسيقى كمان الشرقي. وصل قال محمد الغربي اكبر عازف كمان في العالم العربي. في العالم العربي شوف معناها المسار وش يقولوا علينا، وهنا ما نسمعوا شيء على بعض. في اوزباكستان ما وزدها كيف كيف تحصلنا على الجائزه الثالثه في العالم من ضمن 74 دوله. بشير زادنتي خذيت تيتر في العود. انا خذيت 2010. اي خذيت الجائزه الاولى في العالم العربي جوسمو. تبارك الله ما شاء الله. شوف ايش عندنا في بلادنا يعني، والعباد مركزه على حكايه اخرى. اللي قرني عندنا دي ميوزيسيان كيفكم انتم، خدموا مع رغب علامه، خدموا مع اكبر مطربين العرب، معناها القاب وصلوا لي بلو كرون ميوزيسيان تاع العالم، استعرفوا بيكم ومزيانين ومطربين ومركزين العباد على عباد اخرين نوع اخر ما عندهم شيء ولاو دي ستار، وانتم موجودين هنا. ما نحب تحيه خاصه عندنا برشا عباد منوره تونس بالحق. لا والله اللي قرني عندنا برشا فنانين وعباد منوره تونس بالحق، لازمنا نركزوا معاهم. سيرتو بلوتو يعني ميوزيك انسترومونتال معناتها في تونس ني با سوليسيتي كيما يعني اللي يغنيو، فهمت؟ هذاك علاش دونك ديما تلقى صعوبه. مثلا كيما نقولوا نحن بون جو با فو كومباري مي كوميم، ياسمين عزيز اليوم تخدم برشا على الكون. اي وموجوده على الويب في التلفز في الميديا، تعمل دي فيديو تبيع في موسيقتها، عملت كارتاج. انتم نحسكم على سنيفو لا ماكمش فما ايفور ناقص على سنيفو لا. والله راهو بالنسبه لياسمين عزيز هي سي ان فينومين تونيزيان اللي هو يشرف المراه التونسيه قبل كل شيء، ومعناتها والستيل اللي تعمل فيه مش كيما الستيل اللي احنا نخدموا فيه، معناتها كل حد يعني والسبيسياليتي نتاعو والتوجه الموسيقي نتاعو، فهمت كيفاش؟ دونك احنا يعني بالعكس احنا يعني نشجعوها ياسر، فهمت؟ اما في احنا شادين ثنيه اللي هي ثنيه تنجم تقول يعني بلو ديفيسيل اصعب. اي خاطر كي باش تعمل ميوزيك انسترومونتال كهو وباش تلحن في الموسيقى يعني الالاتيه، مش كيما يعني باش تعمل يعني حاجات باش تدخل يعني في الكوميرسيال ياسر. احنا نحاولوا ندخلوا زي في الكوميرسيال مي مش برشا، تقعد ديما محافظ على الكوتي يعني ارتستيك والدنيا وكرياسيون يعني وكرياتيفيتي. كيما مثلا ما نعرفش اسكو شفت الكليب نتاع ابن الارض. اي واحد اللي هو تصور يعني عم ناول احنا سنين تو باش نخرجوا ابن الارض اثنين. داكور تفهم ابن الارض اثنين ان شاء الله باش يخرج بعد رمضان. مع شكون برودكسيون كيف انك تخدموها مع شنو؟ والله مع مخرج سوري اللي هو سامويل السخية. ايكيب باهيه برشا، كلهم دي جون معناتها تالونتيو، كلهم التوانسه حاجه باهيه. وتنجم تقول يعني كليب هو كيما الفيلم، فهمت؟ اللي هي يعني عمري ما صارت في العالم. انتم كي تخرجوا كليب هكايا طونك ميوزيسيان كونفيرمي وموزيسيان تخدموا مع شنو ربحكم كي تخرجوا كليب هكا؟ معناها شنو البروموسيون نتاعكم؟ العباد تشوف الكليب تقول لكم يجي اعملوا لنا فيلم. القيمه الفنيه اهم حاجه بالنسبه لي نحن. القيمه الفنيه احنا يعني ما نخدموش جوست مثلا باش نولي في البلاصه هذيك ولا لا، انا نخدم على التاريخ، نحب نخلي حاجه باهي. نحب كي نخدم حاجه تقعد. تعملوا فازة بعد ساعات بالالات الموسيقيه في الدار مع بعضكم تحكيوا؟ ديما نحكي احنا. واحد تكلم بالعود والاخر جاو فيه بالكمانجا ودنيا. بيان سور يا اخي. شنو يا اخي الموسيقى شنو هي؟ هي لغه، هي في الاخر لغه. كي تحبوا تسبوا بعضكم بالعود ولا بالكمانجا؟ هكاك تقولوا يا بابا سبني بالكمانجا. سبوا بالعود. لا شكون عندكم ميوزيسيان في الدار بخلافكم انتم؟ جو كروا سي اون باسيون خذيتوها من عند حد ما جاتش هكاك. ممكن هي امي هي المغرومه برشا بالموسيقى يعني عندها الفن، وبابا معناتها زاد كيف كيف جو الثقافه والادب كيف كيف. دونك موجوده، وعندي خالي يعني خوالي يعزفوا معناتها الات نحاسيه. فوالا تحس خاطر فما باتريمون هكا ارتستيك. فما اختي تعزف زاد جيتار، جيتاريست تعزف يعني فما الحس الفني موجود يعني. تولي كا عندكم مرسو، انا بيرسونيلمون برشا عباد طالبينه وانا نحبه برشا زوربا لو غريك. اي معروفه مرسو تقول انت واحد مي او ميم طون نحبوا نسمعوه. انتربريتي بار غاربي توينز. بيان سور. سا ايتي امبالي، سا ايتي ترافايي بار وكعمل وكان سيتي ميوزيك دو فيلم زوربا لو غريك. معروفة ياسر. تحفون برشا وي. تسمعوا هنا. اي. مرحبا بكم.
Thank you.